بماذا تفسر اليوم التحذيرات الأمريكية للحكومة العراقية تخرج على لسان أكثر من شخص؟ يعني التحذير كما ذكرت مرة يكون على لسان لويد أوستن وزير الدفاع، مرة أخرى يكون على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وأخيرا على لسان مدير السي آي إيه الأمريكي للعراق، بأن إذا استمرت هذه الهجمات أو لم تسيطر الحكومة العراقية على هذه الفصائل سوف تكون العواقب وخيمة. كثرة هذه التصريحات مع تعدد الشخصيات التي تحذر العراق إلى ماذا تؤشر برأيك؟ طبعا تؤشر ان الولايات المتحده جاده في يعني في ايقاف هذه الهجمات التي هي يعني اصبحت مصدر ازعاج وقلق وتهدد فقط يعني ليس فقط صراحه يعني القواعد او تواجد المستشارين العسكريين الامريكان، لان القواعد العسكريه هي محصنه والى حد ما هي امنه، كذلك يعني السفاره الامريكيه هي يعني مركز أو مقر له دفاعاته الخاصة وله إمكانية على تحمل الكثير من الهجمات، لكن الخطر الأكبر صراحة هو يعني انتشار نطاق الصراع في المنطقة، من يعني صراع بين حماس وإسرائيل إلى صراع قد يتجاوز حدوده بشكل لا يمكن السيطرة عليه. فمن هذا الجانب أعتقد الولايات المتحدة ترى أن فصائل المسلحة التي يعني نوعا ما هي تحت إمرة إيران سواء في العراق أو في اليمن أو في لبنان هي تلعب بالنار، لأن ما يبدأ على أنه يعني مزايدة إعلامية أو على أنه إثبات للذات وإثبات للوجود قد يتطور إلى يعني إلى صراع أكبر من قدرة هذه الفصائل على السيطرة عليه، وقد يتطور إلى شيء يعني يجر المنطقة إلى تصعيد لا تحمد أخباره. هنا التساؤل إذن أستاذ عمر، هل يحتمل الشعب العراقي مزيدا من الأزمات بعد الاستقرار النسبي الذي مر على البلاد؟ هل يحتمل أن تتحول البلاد لساحة حرب وتصفية حسابات؟ وهل يمتلك العراق الإمكانية سواء يعني الأمنية أو العسكرية أو حتى الاقتصادية ليدير هكذا أزمات؟ لا طبعا، واعتقد هذه مسؤوليه كبيره ويعني تقع على عاتق الحكومه العراقيه وعلى عاتق قاده الفصائل، يعني ايضا هم يتحملون المسؤوليه الاخلاقيه والقانونيه والوطنيه لنتائج افعالهم. يعني في الاسبوعين الماضيين اكثر من 12 او 13 شاب من مقاتلي الفصائل اللي هم من مقاتلي الحشد الشعبي، بعض منهم ايضا قتلوا في نتيجه العمليات ردود الولايات المتحده على هجمات الفصائل، هؤلاء شباب عراقيون. يعني ما كان سبب، ما الذي استفاد العراق من خساره هؤلاء الشباب في اعمال هي يعني اعمال عسكريه متهوره ليس لها يعني واقع في الحقيقة، ليس لها فائدة عملية أو أمنية للعراق بأي شكل من الأشكال. تهور أعتقد قادة الفصائل هو يعني السبب الرئيس الذي قد يجر العراق إلى هذه إلى هذا التصعيد الذي يعني يضر بمصالح العراق السياسية الدبلوماسية الاقتصادية، الاستقرار الذي ينعم به نوعا ما العراق بعد يعني سنوات طويله من من الانتصار على داعش وما الى ذلك وانحسار الخطر الارهابي، لكن الان نواجه خطر، العراق يواجه خطر ارهابي جديد، خطر ارهابي من الداخل مع الاسف. فهذا امر يعني مؤكد، ليس بالامر الهين. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من ايضاحات، مدير البرامج في مركز تمكين السلام استاذ عمر النداوي، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن.